بعد أن صممنا تطبيقا على الهواتف المحمولة وأطلقنا عليه بأفاير فايتر أو كن رجل إطفاء بهدف زيادة الوعي بشأن الحرائق وكيفية احتوائها أو منع حدوثها منذ البداية، استطاعت 4 طالبات فلسطينيات من خلال هذا التصميم المشاركة في مسابقة تكنولوجية عالمية في الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لمكافحة الحرائق. مشروعنا اسمه بي اف اي فاتر، هو فيرتشوال رياليتي، هي لعبة توعوية وممتعة بنفس الوقت، بتعلم الناس كيف يتعاملوا في مواقف الحرائق، ممكن انه يطفي حريق او انه يمنع حدوث حريق. وتهدف المسابقة التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعليم الفتيات المهارات التي يحتاجنها ليصبحن رائدات أعمال وقائدات في مجال التكنولوجيا. كانت صعوبات انه ندمج بين الدراسه، لان احنا مرحله ثانويه، فكانت انه كل يوم علينا امتحان وكل يوم علينا شغل، فكان الاسبوع كثير مقسم لمراحل انه نشتغل نبرمج نفس الوقت نعمل البزنس بلان وهيك اشياء. وسيتنافس الفريق الفلسطيني مع فرق فتيات من كندا والهند واسبانيا والولايات المتحده في مسابقه تكنوفيشن الدوليه التي تقام في الولايات المتحده. ان شاء الله بعد المسابقه ديبند سواء ربحنا او ما ربحنا، فكرتنا كثير منيحه. لعبة كتير بتخيل لو اشتغلناها على مستوى بروفيشنال بتطلع رائعة، وعن جد ممكن تجيب البروفيت او وتحقق الاورنس اللي مطلوب منها. وتعتبر مسابقة تكنوفيشن اكبر برنامج عالمي لريادة الاعمال في مجال التكنولوجيا للفتيات بين 10 اعوام و18 عاما، حيث شاركت في المسابقة نحو 15,000 فتاة في اكثر من 100 دولة حول العالم.